اوكي، عسلم الناس الكل. سافا لاباس؟ اكيد لاباس، عشان شفت وجه الحلو واثقة من نفسيها. ويا اهلا وسهلا فيكم في جديد مع الكسار. لا تنسوا زر الجرس، اللايك، كومنت، الاشتراك، اند ليتس جو يا بيبي. عزيزي يا قائد يا محترم، كبرنا ما تبدلناش، تشوفوا في عبيد تبدلت، تفرج دنيا كيش وليت، رجلة بالحبس تفدلك، اتيتود ما فماش، رابريت ايش من فضلك، بلاك ودي جانج ما نقدر ما فماش، ايت سيجار بلاش من فضلك، بلاك ودي جانج زيد فضلك، ايت سيجار بلاش من فانتاستيك اكسترا اوردينيري، ذاتس هاو وي دو ات بيبي. ويا كبير يا معلم، صفاء الاولاد والبنات، بسطة وتسلك الوضع كله سجل جلج كالعادي يعني. يا كبير توحشتكم يا كبير، يا ريت فيني اشوفكم واحد واحد وسلم عليكم ونقعد نشرب قهوة وندردش يا كبير، ولكن شو بدنا نعمل؟ هذه حال الدنيا. وقت جاي لتونس يا كسار يا كل، والله يا صاحبي ما فيش فلوس. النجم نجي اما ما فيش فلوس، هو في فلوس الحمد لله مستورة، اما مش لسافر لتونس يعني، عرفت؟ قلت لكم شي جديد اليوم عشان نتسلى انا وياكم، بس قبل 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 لازم تروح على التيك توك وتعمل لي فولو بسرعة، لانه فتحت اكاونت وبنزل عليه رياكشن على كل شي خاصه بتونس، راب تونس. باهي باهي، راح اترك لكم اليان تحت بال، راح اترك لكم اليان تحت بالكومنت او بالديسكريبشن، تعملوا فولو عشان كذا. اوكي يلا، موضوعنا اليوم هو سيف. سيف انسان تونسي ما بعرف عنه شيء صراحة، اما عنده فيديوهات طيارة صراحة. ايه والله، تحياتي سيف، سوري سرقت منك الفيديو، ولكن بدنا محتوى، شو بدنا نعمل؟ فنجعلها حريق شوي كبير. من لبنان للعام 2018 مايا العيدي. الف مبروك لك مايا العيدي، ملكة شمال لبنان. والله يا البنات اللي في لبنان انا تحس شيء كبير والله، يا ريت الواحد يعرس بواحدة منهم. مش قال له هكذا شو صاير؟ شو كلك انت؟ ما نعرفش عليه صراحة، صراحة بقول لك اياها الصراحة بالاخر، ما نعرفش عليه الناس الكل اللبنانية واللبنانية، البنات اللبنانية والبنات اللبنانية، شو فيهم شيء سبيسيال يا اخي؟ شو السبيسيال فيهم؟ انا لبناني راهو عادي يعني، ما في شيء سبيسيال، ما كله بنات، ما شاء الله عن بنات بلادنا تونس، ما شاء الله، الله اكبر، يغزو العين دق مع الخشب، الله يحميهم ويستر عليهم، واللبنانية كمان الله يحميهم ويستر عليهم. اما بدك الصراحة يا صاحبي، انا نحس توب بالتوب يعني بالبلاد، عندك المرأة التونسية والمرأة اللبنانية يسعد دينهم. طبعا طبعا مش المرأة اللي ياخذين صورة عنا المرأة اللبنانية، لا 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 ابدا، اوعى تفكر بهذاك الموضوع، عنا كل مرأة بتشرف، شو بدي اقول لك، مليون وحدة من اللي اجت على بالك، فهمت علي كيف؟ فهمت علي كيف؟ ركز ركز، ترى ما كل شيء بنشوفه على الشاشة مزبوط، فهمت علي كبير؟ يلا خلينا نكفي. انا مرتك سيف، مش انت عملت امنية هلا؟ شو حبيبي شكلك مش مستوعب شو عم بيصير؟ لا 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 لا، مستوعب مستوعب والله، تقبريني سيف منين بده يستوعب؟ منين بقى بده يستوعب ملك الجمال لبنان 2018 قاعد حده؟ طب لو انت مرتي انا اكيد استوعبت كل شيء. كرمال مرتك تكون مبسوطة لازم تعملها مثل ما الرجال بيعملوا مرتو. اكيد اكيد بيبي، انا الوعد كلي بحبك اكثر واحد. لا لا بعرف انه رح تحبني، بس انا لكون مبسوطة لازم سافر كل شهرين مرة. احا 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 احا، شفتوا ليش ما بدي اعرس بلبنانية يا صاحبي؟ كل شهرين بدي سافر، منين؟ من بيع كلية؟ بيع شو بعمل انا؟ منين بجيب لك فلوس؟ طب بيع بنج انا؟ شو شايفتيني منين يا صاحبي؟ شو كثير طلبات، لا الغي زواجي. اوكي، ولازم اعمل شوبينج كل اسبوعين اقل شيء، واكيد مصروفي بالدولار. اوكي، وانا اكيد ما بطبخ وما بغسل تيك. المهم انا عزيزتي انت مرتي هذاك. احيه هذه يا بنت الاواتي، بدي انت اخذي رجل. رجل مش خروف، في فرق، مش علوش، رجل راهو رجل، انت مش اخذي بانج، مش اخذي بانج، انت اخذي رجل. باهي القصم وعيشوا انت وياه سوا. باهي هلا طبعا هذا الفيديو تمثيل، احترامي لجميع الشخصيات، ما بعرف شو حيصير بعدين، ما بدنا نغلط بحدا، اما انا يضل تعليقاتي بتعرفوا انتوا. كشو نحب هذيك، شو نحب؟ ايه وكنت رح انسى. امك ما فيها تجي تعيش معنا. اخ امك ما فيها تجي تعيش معنا، هذه صراحة بكرهها، لأنه أنا عندي أمي راهو شايف الكرة الأرضية حطها بكف الميزان، الكرة الأرضية هون وأمي هون، عرفت علي كيف؟ ترى أمي اللي تغلب، الدنيا كلها بقبال أمي، نحرق الدنيا كلها بقبال أمي أنا، الله يخليلكم عائلكم ويرحم اللي راح، أوعك ثم أوعك ثم أوعك، راهو أنت تاتي برا الدار وأمي تاتي جوا الدار.
يا الله شو الحلمة هذه، يا لطيف يا لطيف. لا أعوذ بالله مش ترجم قتل أمك من جد. أعوذ بالله مش ترجم. بيب شو عليك؟ رح ناكل برا؟ هو كيفاش نبدأ الفيديو العادة؟ والله ما نعرف. عسلامة، مرحبا بكم على قناة اليوتيوب. عسلامة، إن شاء الله تكونوا لاباس، سافا، شنو أحوالكم صار؟ عسلامة سيف، عسلامة. نعرف نعرف نعرف، السؤال اللي يجيني كل يوم هو سيف وينك؟ سيف وينك؟ سيف وينك؟ سيف وينك؟ أمير أمير شو صار لي 8 شهور لوك داون؟ شو تحبي نعمل؟ أول حاجة نعطيكم 5 ثواني باش تعملوا سبسكرايب وفولو في البلاصة. طلع ما بس أنا اللي بغيب 7000 سنة على اليوتيوب، كمان سيف مثلي. بزنس بزنس عنا بزنس مشغولين. كل اللي ظهر عندكم على الاكران على خاطر فيديوهات عامي شويه، دونك ليتل سبورت ويل هيلب لوت، وزيد كلفني تقريبا 206 سو شويه سبورت. ثانك يو فيري ماتش اجماع الناس الكل. راح اترك اللينك تاع هذا الفيديو، القناه تاعي سيف تحت بالديسكربشن بالكومنتات. بتمنى منكم تروحوا تعملوا له سبسكرايب فولو، انا ما بعرفه ولا بيعرفني ولا بيعرف انه انا هعمل رياكشن على الفيديو، ولكن حبيت مبحبش نشوف عن شو بدي اعمل لكم فيديو. لقيت هذا الفيديو، حضرت اول شيء لقيته مهضوم والعنوان لفت لي نظري، فقلت يلا خلينا نشوف. يلا اليوم نحكيو على سؤال ديما يجيني، هو سيف وقتاش تصاحب وحده لبنانيه؟ سيف وقتاش مش تعرس بوحده لبنانيه؟ سيف وقتاش مش وحده لبنانيه؟ يا اخي فكرت في عمليه وقلت انك ترتبط بوحده مش من بلادك فيها برشا صعوبات ممكن تواجهك، ولازم الواحد يفكر بيها بالبال قبل ما يعمل الخطوه هذه. اول حاجه ممكن تحس بيها هي فرق اللهجه. طيب. احنا في شمال افريقيا بلوز او موان لهجتنا كيف بعضنا، لكن تقريبا حاجه اخرى وبعيده ورشه على اللهجه اللي في الجهه الاخرى من العالم. صح صح صح، انا بايدك. لك صعب جدا انك تتزوج من غير بلد او من غير مجتمع او غير ثقافي او كذا، هي غير بلد حكون غير مجتمع غير ثقافي مهما كنتوا بتتشابهوا، اوكي؟ لانه حتى بالكلام احيانا يصير عنده مشاكل لانه بينفهم بمعنى تاني. باهي عم بحكيكم من بعد خبره، يعني انا مش لبناني اللي حتزوجها، الله يخلي لي اياها موجوده هي وعم تحضر الفيديو هلا، بحبك. مهم صعبة جدا ولكن مش لمرحلة مستحيلة، هي صعبة ولكن مش مستحيلة طالما انتم تفهمتوا مع بعضكم، تفهمتوا انه شو الامور وكذا وهيك، فا ايزي انا نكفي. لأغرى عالم نتكلموا بلهجة صعبة برشا عليهم، واللي اغرب من هذا اللي احنا عنا كلمات نستعملها بصفة عادية كل يوم، حاجة عادية جدا قدام بوك قدام امك قدام عمتك قدام جدتك، حاجة عادية، لكن وقت اللي تستعملها عندهم هما تلقى روحك في موقف. والله يشرفني برشا يا عمي انك استقبلتني عندك في البيت، يعني والله فرحان باللحظه هذه. اي يا ابني نحن بنحب تونس، كيفي شو بتشتغل؟ والله يا عمي انا نشتغل مهندس في قطر، عندي تقريبا عامين اللي نشتغل في قطر، وصار الوقت اللي كون شويه فلوس ونحب نتزوج. طب ليه اخترت بنتي؟ والله لان ما شاء الله عليها مزيانه برشا، ولما حكيت لي عليك انا انبهرت بيك وصرت نحب نتعرف عليك اكثر، خصوصا لما عرفت انت شنو تعمل في الدنيا، مهنتك ومنصبك، انه حسيت لي انت بالفعل عرسه كبيره في البلاد. راه كان جيت في لبنان وتقول له اياها والله لا اوصك. كان جيت لمحل ما انا عايش في شمال لبنان، ممكن في المدينه يتقبلوها شوي، ياخذوها بتطول بالك، عرفت علي كيف؟ انه فهمنا شو عم تحكي انت، اما محل ما انا جاي عرفت علي والله لا اوصك، ما في مجال، خلص متت، انت متت بهذه اللحظه، انت متت، اعتبر حالك. يا جماعة الخير، عرصة عنا كتير سيئة، كلمة كتير كتير سيئة. عرصة هي البيمب بالانجليزي، بالعربي يعني اوكي رح اقولها، اللي بيتاجر بالنسوان، هذا هو معنى العرصة اللبناني. لحظة الناس اللي ما تعرفش، عرصة عندنا في تونس يعني عرصة، ولا واحد عنده برشا فلوس برشا بوفوار، عندهم هما عرصة يعني ها؟ فهمت؟ معقول هذا يحكي لي جيب بيتي؟ سيف خلاص غير موضوع يلا. يا عمي ما قصدي حد شيء انا. يمكن لا يا عمي تعرف انه حراره في الطقس في قطر 45 الواحد مخه. عندك قطوسه في الدار ما شاء الله عليها مزيانه، لكن عندي حساسيه منهم مش ممكن تقرب عليا برشا، دونك خليها بعيده الله يخليك، خليك ما تخليهاش تقرب، ما تخليهاش تقرب، ابعد دي كس 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 خلاص. انتوا التوانسي حتلاقوها هلا عادية عنا والله مش منو شي عادي، هي هيدي اللي قالها هو، انا مش قادر اقولها،
اللي قاله هو عرفت كمان شي كبير هو لا منو كبير بس انه بلا معلق كفي هذه اي ثينك تعرفوها يعني مش لازم اقول لكم عليها اوكي ما جبتي لها هيدا بلا اخلاق انا بفتكر ربيتك صح طاف وطاف لا لا يا عمي تقريبا انت فهمت انه قص في تونس عندها شو قص مره ثانيه راس انه عليه ما قلت وردي بالك الموضوع اللي كان مختر بشر والله ساعات في الخدمه انا نلقى روحي نسب في الناس اللي تخدم معايا من غير ما نشكر باري اكزامبل باري اكزامبل لحظه هذه شنو هي هذه؟ شلاكه احنا شو اسمها؟ اوكي جرب زهر يقول اسمها لوحدة تحب ترتبط معها شلاكة اوكي هذه اسمها شلاكة اما عنا بلبنان الكلمة السيئة هي شلكي الشلكي اللي هي بنت ليل اوكي ماشي فاول مرة واحد مثلا لبناني بيسمعها او سوري او مهم مشرقي فبيقول لك ليش عم تحكي هيك والله ليك والله في فرق مظبوط والله ما عم حق بالله شلكتي وينها بيب عزيزتي نعم ممكن تجي لحظة بالله شفت شي شلكتي وين شو؟ قلت لك وين شلكة أنا بتقلي هيك يا سيف قلي أنا لحظة شو بيك تعيط أنت مش فاهمة أنا قلت لك شلكتي وين بتعيد بوشي كمان طلعني سيف يا بنتي يو يا بنت الناس خليني أفسر لك شو طلقني بابا شو هتطلقني اللي كيوت طلقني سيف طلقني بقول لك طلقني اخ يا ربي اخ ليك رهو انت اللي بتشوفوه على السوشيال ميديا مع احترامي لكل الموجودين برجع بقول لكل الموجودين بالفيديو عنا بلبنان في اختلاف ثقافات بشكل مش طبيعي الثقافات عنا بتختلف من منطقه لمنطقه باهي مش انه البلاد كلياتها هيك لا انت من شارع لشارع بتختلف الثقافه في عندك شارع بيحكي فرنسي وعربي في عندك شارع بيحكي انجلي وعربي عندك شارع بيحكي فرنسي وعربي وانجلي عندك شارع بيحكي كان عربي كهو اختلاف مش طبيعي عم بحكيك هلا بس لغات فهمت علي الشمال غير الجنوب غير بيروت غير بقى غير الجبل غير كل منطقه وإلى ثقافه معينه فما كل شيء انت بتشوفه على السوشيال ميديا هو هذا لبنان لا لبنان في اشياء انت بعد ما شفتها في ناس ملتزمه بشكل ملتزمين بشكل انت بتتفاجئ اه من لبنان لانه معروف صوره لبنان برا انفتاح وكذا اما لا في ناس ملتزمه ما يغرك انا طالع من بيت ملتزم اما انا طالع صايع عرفت علي كيف دارنا ملتزمين عرفت علي وهيك يعني سيف عم بيسب لي وانا بطلت طايقته لا كله الا بابا بالله كله الا بابا ايه ايه جاي لعندك وين جاي لعندي يا بنتي خليني في الصف اي تحدي ممكن تواجهه وقت تفكر انك ترتبط بواحده مش من تونس هو تحدي في النكهه احنا بطبيعتنا ماكلتنا حرة وحتى مش برشا شويه لهنا وقت اللي تمشي ريستوران مثلا جيت باش نحطكم في الصوره وقت اللي تمشي ريستوران تقول له نحب ساندويتش هذا حر يقول لك لا لا دير بالك حر كثير هيدا وانت تحضر روحك تقول هو واخيرا مش ناكل حاجه حره كما في تونس تذوقه يطلع معمول معجون الفريز وهذا يدل وان دل على شيء يدل انه معمول معجون فريز لا راهو عنا حر عنا حر انا جربت الحر التونسي وحبيته برشا اما موجود عنا حر كمان مش مثل الحر التونسي الحر التونسي اطيب في حر موجود عنا بلبنان اما نحن بطبيعتنا والاكل اللي عنا ما بيلزمه حر فهمت علي وكان اللي لزمه حر في عنا هذا التباسكو اما الهريسه التونسيه يسعد تينا حط كله ما كل شيء حتى مع نوتيلا تطلع طيبه مش معها الارانب لكن الارانب هذا منهم الطفل اللي تحب الخلطه معها ولذا هذا ممكن يوصل انه يصير شوك كلتيرال في الماكلة ما بينتكم والله شيء مدهش ما تفهم شيء اللوك ده مثلا انا ما نعرف ناكل بيض الخبز فهي نغمس وكذا ما نعرفش ما مش متعود لانه الخبز اللي عندنا خبز لبناني غير الخبز هذا كنت انا ناكل ماكله تونسيه اما ناكلها في الخبز اللبناني اوبا عمل ميكس اما الملوخيه جربت ملوخيه صاحبي اوبا اوكي مختلفه تماما مع الملوخيه اللي عندنا اما اوبا ملوخيه تونسيه صعبه من التوب يسعدينكم بالملوخيه ولا مش لوك داون سافروا ما سافروش فالمهم بيب شو عم تاكل انا كتير جوعانه والله عزيزتي ناكل شويه هريسه وزيت شو هي الهريسه بتتذكر وقت اللي كنا في تونس امي اعطتني واحده هكا فيها حاجه حمراء هذيك هو كل معجون الهريسه تحب تجرب اما على ضمانتك يعني جربه يلا عزيزتي ان شاء الله يعجبك سيف شو تعميتني جهنم مش جهنم شو تعميتني جهنم يا اختي هريسه هذه شو كثير حره انت ما تبالغش وما تنساش ما تنساش اللي انت واخده واحد تونسي عليه تضرب خذ هذا الماء اشرب
اي رنا توينس احنا دمنا نار دمنا نار الصعبة هريسة تنزل طارق مشوفت قبت عليك نار الصعبة نار والحين بقول لكم ردوا بالكم لأن المظاهر خداعة أبان المظاهر الخداعة اللهجة خداعة فما لهجت كيوت لهجتنا احنا تونس كيوت اما لهجتها هنا كيوت اكثر تبدا انت تعيط وتقاطع دبشك وتلقاها هي والله العظيم شيء مدهش والله العظيم شيء مدهش كل مرة نفس الحكاية نقول لك حاجة تعمل عكسها إلى متى يعني ما خدم مخك قلت لك ما قاش تحكي معها ما قاش تحكي معها سيف ما سيفش طول بالك ما بحب شوفك زعلان أنا ما بحب غيرك أنت سيف خلصت الامور حلت المشكله راح الموضوع خلصت انا بتشجع معقوله عنا اللبنانيين احنا كيوت وكذا انا ما بشوف حالي هيك عن جد ما بشوف حالي هيك انا صراحه لا رومانسي لا بفهم بالرومانسيه صح عرفت اذا كان طلعت مني كلمه حلوه تطلع بالقتل ولا هو التونسي عندكم كلام حلو اما انتم تشوفوه عادي لانه دائما تستخدموه تسمعوا الكلام اللبناني تقولوا عنه حلو اما صراحه انا نحب الكلام التونسي اكثر من اللبناني مش طبيد ولا تلحيس ولكن انا بحب الكلام التونسي اكثر من اللبناني علاش يا اخي تحسه ثقيله عرفت يعني تحس هيك ما بعرف ما حعرف هسه كفي طب يقبرتني زعلك انت خلصت خلص حبيبي خلصت سيف خلصت مع المشكله خلصت المشكله انتهى الموضوع سيف على كل وقت اني مش تعرف بوحده مش صاحبي هات تنسية تكون انت عاملين مشكله تقول لك امان يا دل يا يعني تقول لك امان بس تقول لك امان انت هوني اخ شو يقبرني خلص انا زهقت من اللي يقبرني فهمت علي كيف يقبرني قبرت كتير عالم بحياتي انا عم بشتغل دفن اموات انا امان عايشك عايشك من بلادك ما تنساش انت مش متعرس بوجه مزيان وبلهجتها الحلوة برشا لا انت مش متعرس بيها وبالبجاج متاعها بالثقافة متاعها بالتروما زي تعديت بيهم في بلادها واللي اكثر من هكا بالمشاكل والسياسة اللي قاعدة تصير في البلاد اللي مش تسمع عليها كل يوم ولبنان حالة خاصة لأن لبنان المشاكل السياسية اللي فيه ومشكلة الأحزاب اللي فيه تخليك إلا أنك حاجة تضحك تعرف ما عملتش سكتش هنا على خاطر عندي هذيك الحساسية من الاختفاء القسري أنا ما نحبش نموت ما هذا بيحكي معك شي يا صاحبي ما هذا بيحكي معك شي بس ما تجيب سيرة حدا لا بالحق ما حدا يحكي معك شيء يا سيف اما ضمن حدود يعني ما فيك تحكي عن كذا ومذا وكذا ما نعرف شيء سيف كان عايش بلبنان او شو ماني عارف عنه شيء صراحه والله تحياتي لك يا سيف يا بوبا خدمتك طيارة على الاخر بنحب الطريقة اللي تعكس فيها وجهة النظر لانه انت عم تاخد رأي العالم او الرأي الغالب بين الناس وتعمله بسكتشات طريقة حلوة ولكن توصل فكرة واضحة وما في اي شيء تاني يسعد دينك والله حبيتك ما هي سكتش كانت تحكي على حزب الله في النهاية خليل لكم هيك حطير هيك حطير يا صاحبي انت تحمل شوف انتم معاه ولا ضد فكرة انك تعرف واحدة مش من بلادك وشنو هي الصعوبات اللي ممكن انا محكيتش عليها اللي تشوفها انت وشنو هي الحاجات البوزيتيف اللي انا محكيتش عليها ولا بطبيعة مش حكي عليها خطر دي نيجاتيف شوفكم الفيديو جاي باي باي ناطرك الفيديو الجاي سامحني انه اخذت من عندك هذا الفيديو الناس الكل ترول عنده تمشي بتعمله سبسكرايب شابوبا يا كبير والله all respect قلتلكن بياخد الفكرة العامة عند الناس وبيجي بيوضحها تماما بصورة حلوة سامحوني اذا طلع مني شيء مش مزبوط وطبعا برجع بعيد احترامي لجميع الشخصيات الموجودة بالفيديو مهما كان التعليق اللي عندي باهي شو حابين نعملكن فيديوهات تانية نجيبلكن فيديوهات تانية كمان اكتبولنا تحت بالكومنت او اذا انت عندك فيديو قدرته حابب تاخد رأيي او تاخد رياكشن تبعيتي كمان حط لي تحت بالكومنت لا تنسى تعمل لي لايك كومنت شير اشتراك ولا تنسى كمان تعمل لي فولو على التيك توك الحساب الجديد تاع الكسار رياكشن I love you babies تبعوا على هالكون and let's go يا بيبي كبرنا ما تبدلنيش شوفوا في عبيد تبدلت تفرج دنيا كيش وليت رجلة بالحبس تفدلت اتيتود ما فهميش رابريت ايش من فضلت بلاك ودي جانج ما نقدر ما فهميش ايت سيجار بليش من فضلك بلاك ودي جانج بيزيد فضلك ايت سيجار بليش من فضلك فانتاستيك اكسترا اوردينيري ذاتس هاو وي دو ات بيبي